بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. راح نتعلم اليوم عن الأوديو تاج، وهو إضافة الصوت. هذا التاج بيمنحنا خاصية إنه نضيف الصوت للمتصفح الخاص فيك أو الموقع الويب الخاص فيك. نفتح على الفيجوال ستوديو كود، نكتب كومنت مثلا insert audio. تاج الأوديو سهل، هو عبارة عن أوديو بيحتوي على السورس. السورس مشكلتها الوحيدة انه مثلا لو كان البراوزر ما بيدعم هذا النوع فما راح يشتغل. فحله بسيط جدا، نكتب سورس ونضيف الـ src. تمام، هذا الـ src هو مسار الملف او المصدر الملف الخاص فيك. طبعا هاي بالنسبة للكود هذا فائدته انه البراوزر بتدور على النوع الملائم لها حتى تستعمله. يعني ممكن تضيف نوع في الـ src، هون src، والبراوزر ما بدعم هذا النوع فما راح يشتغل عندك. فأفضل حل نكتب الكود زي هيك src. طيب انا عندي ملف صوتي بداخل هذا الملف الصوتي، بداخل ملف اسمه ميديا. راح نختار هذا الملف، راح نلاحظ انه هذا الملف نوع عنصر mp3. نكتب مسار الملف ميديا واسم الملف، هذا هو الاكستنشن امتداد الملف. طبعا امتداد الملف في عندنا نوع تايب خاص فيه اتريبيوت تايب، ميمي تايب خاص فيه وهو اوديو سلاش ام بي اي جي. هذا الميمي تايب الخاص بالام بي 3، خاص بامتداد الام بي 3. يعني ممكن لو اضفنا سورس اخر ما كان ام بي 3، مثلا كان او جي جي، الميمي تايب الخاص فيه او جي جي. هاي طريقة حتى البراوزر، يعني كيف ما كان امتداد الملف الصوتي الخاص فيك البراوزر يشغله. بس حتى ترتاح أكثر، المتصفحات جميعها الآن تدعم امتداد الاكستنشن mp3، وهو أفضل امتداد وجميع المتصفحات تستخدمه. طيب في عندنا اتريبيوت خاص في الأوديو، لو وضعنا كنترولز نعمل سيف ونفتح على البراوزر نعمل ريفرش. تمام، نفتح البراوزر نشغل عندنا اتريبيوت اخر وهو الاوتو بلاي. هاي ميزتها انه اول ما تفتح المتصفح راح يشتغل الاوديو. نعمل اول ما تعمل ريفرش راح يشتغل الاوديو، لكن هاي الميزة احيانا ما بتدعم الجوجل كروم وبتشتغل في الايدج. في عندنا اتريبيوت اخر وهو اللوب. فائدة اللوب هي انه تخلي الملف لو وصل لاخر الصوت مثلا يعيد مرة ثانية. نشوفكم ان شاء الله في الدرس الجديد القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.